يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامة إن شاء الله. وصلتك الأمانة يا بجوشة؟ طمنت على أصوات؟ أنت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ آه. يعني محدش قال لي. إيه الأخبار؟ أقول كده ولا فخنا لوحدينا أنا وأنت؟ قول عادي. البدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. اه يا ابن المتوسطة.